بكم في حلقة جديدة من برنامج العلامة الفارقة. في برنامج العلامة الفارقة نواصل اللقاء والالتقاء بشخصيات ثقافية وفنية إبداعية اقتصادية سياسية حققت بمشوار حياتها علامة فارقة. نرحب به باسمكم كما تعودنا دائما الفنان علي خصاف، مرحبا بك ضيفا عزيزا في قناة بلادي وفي برنامج العلامة الفارقة. أهلا وسهلا، شكرا على التقديم. شكرا لك، شكرا لاستضافتنا في قلبك بين الآلات الموسيقية. أستاذ علي، هناك كثير من الأسئلة والحوار، ولكن أولا نذهب إلى فاصل نتابع من خلاله علي الخصاف في كلمات، ابقوا معنا. مبدع عراقي لزم مشوار الفن عبر بوابة الموسيقى منذ دخوله إلى المدرسة العسكرية الموسيقية، فاختار طريق الآلة الهوائية حاضنة لإبداعه، فكانت آلة الكلارنت ملاذ أشجانه وإبداعه. إلا أن حلم الإبداع لا يتوقف عند حدود احتراف الفن، إنما يتجاوز ذلك ليكون طاقة من التفكير الذي يرفض المجتمع بكل ما هو أفضل. وهذا هو دأب الفنان علي خصاف، القامة العراقية المولودة عام 1957، الذي باشر إتمام دراسته في معهد الفنون الجميلة والأكاديمية ليكون أستاذا لعدة مواد ونظريات موسيقية في مدرسة الموسيقى والباليه، وهو يعلم النشأ الجديد أصول التعامل مع الآلات والموسيقى. وفي معهد الدراسات النغمية، إذ يزرع حب الآلة العراقية العريقة في نفوس الطلبة، وفي الأكاديمية والمعهد، وليس في هذه الأماكن فحسب، بل امتد حلمه ليصبح شاخصاً وهو يمارس إيصال الأفكار الموسيقية من خلال أوركسترا بغداد للشباب. فكان هذا المشروع الذي تصدى له مع زملاء الإبداع خير معين لتهيئة كوادر موسيقية للفرقة السيمفونية الأم. أما عن عمله في السيمفونية الوطنية العراقية، فقد استطاع أن يمارس دوره ليكون قائدا ثانيا للفرقة التي مثلت الوطن في عدة محافل داخلية وخارجية، ورفعت علم العراق وتجربته الإبداعية عاليا. علي خصاف لا يكف عن الدوران في عوالم الموسيقى، عازفا وقائدا وموزعا ومدرسا ومدربا. من خلال دائرة الفنون الموسيقية يمارس عمله في الإشراف على فعاليات الفرق العديدة، وهي تصر على نشر الجمال في كل زاوية. ومن كل ذلك وغيره من صنوف الإبداع، ما زال علي خصاف يمثل علامة فارقة للوطن ونبراسا يشير إلى الطاقات الشابة لتقتبس طريقه في الوصول إلى ما هو أبعد تأثيرا وأعمق تواصلا. مرحبا بكم أعزائي من جديد، تابعتم معنا هذا الريبورتاج عن علي خصاف، والكلمات دائما لا تختصر حياة المبدعين، لذلك كان هذا البرنامج من جديد ترحيب بك أستاذ علي، حياك الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشوار طويل وشاسع من الاشتغالات والتعب، نبتدئ من الموسيقى العسكرية. هي كانت المحطة المهمة حقيقة، يعني هو فعلا مشوار طويل ومتعب يعني، بس فكي كيف الإنسان يستثمر بشكل حقيقي ويكون فعلا علامة فارقة وعلامة مميزة. يعني كان الدخول سنة 73 الموسيقى العسكرية، هاي المؤسسة الرصينة، المؤسسة اللي خرجت العديد من الأساتذة الكبار. أتمنى أن نوصل فكرة إلى المشاهدين، يعني كثيرا ما يعني يسمعون نقول لهم عسكر وموسيقى يقول لك هو جيش ما شأنه بالفن، فنريد أن نوصل فكرة بأن هذه المؤسسة أنتجت كبار الموسيقيين والمبدعين العراقيين. هي كصبغة عسكرية، خاطر نكون بالصورة صح، بعض الأحيان ربما يأخذوها من جانب آخر، هي وظيفتها محددة
لو ناخذ وظيفتها الرسميه هي في الاستقبال والتوديع للممارسات الرسميه الحكوميه موجوده تجوق اللي هي الحرس الشرف والحرس الجمهوري اللي موجود كل عالم هذا الحين. سكو جانب اخر ايضا للتدريب بتستخدم الموسيقى العسكريه للتدريب والمهرجانات والاحتفالات الرسميه. كذلك جانب ما غير معروف هي الانشطه الموسيقيه والحفلات الموسيقيه والمقطوعات الموسيقيه اللي تقدم. كنتم تقدمون احتفالات؟ طبعا نعم. احتفالات صيغه المارش موجوده يعني وظيفه نعم. للاستقبال والتوديع موجوده نعم. وحتى الاستعراضات العسكريه بس نعم. جانب ثقافي اخر مختلف جدا يعني. شوف التشكيلات اللي تصير في بعض الاحيان في الالعاب الرياضيه نعم. شوف الجوق يصدر الوجه في هذه المهرجانات يعني فعلا. فهذا الجانب الاخر اللي هو مثلا الالات الهوائيه حصرا الخشبيه والنحاسيه والبيركشن الايقاعات ما تدرس فقط كانت تدرس بالموسيقى العسكريه يعني لا كان في معهد فنون جميله نعم. ولا في معهد دراسات اللي هو متخصص. والسؤال لماذا تهيمن الالات الهوائيه على طبيعه الجوق العسكري نعم. تكون بهذا الشكل دائما يعزف بالاوبن اير بالهواء نعم. المفتوح يعني فهاي الالات لها خصوصيه لها يعني قابليه دفع صوت طبعا أعلى. طبعا وبعدين النحاسيه هي اصلا مصنوعه من النحاس يعني خصوصا لا الكروكوش. تتعرض للكسر أو حتى معادله من الشمس وكيف نعم. تصنع الخشب يعني جميل. يعني صوت الخشب الالات الخشبيه اذا تخليها بالشمس ودرجه حراره الشرق الاوسط والعراق بالذات تحديدا اكيد تتاثر يعني فيجيبون خشب بلاستيك خاص ويجيبون يتعاملون معاه بشكل نعم. يعني هي فقط علم. الات هوائيه ام هي هي الات خشبيه نقرية. خشبيه نعم. لا النقريه ما تدخل هنا نعم. خشبيه نعم. اللي هي الفلوت الكلارنت الاوب الفاغوت نعم. هاي الاربعه الموجوده هاي الترامبيت بعدين هاي النحاسيه نعم. اللي هي فرنش هورن ترومبيت ترومبون نعم. بيس ترومبون تيوب يوفونيوم هاي المجموعه الثانيه والمجموعه نعم. الثالثه مجموعه الطبول اللي هي الطبل الكبير نعم. طبل الجنبي سايد رام مجموعة الأجراس ومجموعة الزيلافون 22 هاي أيضا لا تتأثر بعوامل لا ما تتأثر يعني فدائما تعزف بالهواء الطلق بالأوبن إير فذلك قوة التحمل تشوفها موجودة إضافة إلى طبيعتها هي طبيعة الآلات الموسيقية العسكرية لذلك هي صنف مهم جدا مثل بقية الصنوف الأخرى يعني أهمية الموسيقى العسكرية الجيش العراقي تأسس سنة 1921 نعم. صور الجوق العسكري سنة 1922 جميل شقد يعني منذ البداية يعني شقد أهمية إلى هذا يعني مرتبطة هي بالاستقبال والتوديع نعم. يعني بحيث تأسس وين تأسس جوق يعني كان فوج موسى الكاظم أو كان نعم. لواء موسى الكاظم في الموصل نعم. فتأسس الجوق هناك وبعدين انتقل إلى بغداد تعرف الدولة العراقية تأسس سنة 1919 أول دستور عراقي وبعدين ما نعم. تلاها 23 نعم. يعني توج الملك وهكذا نعم. يعني ما الذي قدمتموه من خلال هذه الفرقة من مؤسسات ثقافية الجمهور المستهدف عادة يكون من العسكر أم من الناس المدنيين لا 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 ناس مدنيين يعني إحنا في تلك الفترة اللي أنا تخرجت يعني طلعت من الموسيقى العسكرية سنة 94 يعني طلعت تقاعد نعم. بعد خدمة 22 سنة 21 سنة تقريبا لكن بقيت أمارس يعني مهنتي اللي هي بالفرقة السيمفونية ومؤسسات الفنية وأدرس معهد فنون ومعهد دراسات موسيقى وباليه الكلية نعم. يعني هذا نشاط اللي أنا اختصيت به نقدم حفلات الفرقة السيمفونية أو الموسيقى العسكرية هي أوركسترا حال أي أوركسترا جميل ولكن يعني لا تستطيعون أن تعزفوا كل المقطوعات كل المقطوعات نقدر نعزفها طيب هاي المقطوعات العالميه تحتاجون الى وتريات نعم كيف نعم الالات الوتر اعاده توزيع اكو ارينجمنت لكل الاعمال العالميه للجوق العسكري جميل جميل واكو معادله يعني الكمان الات الكمان الوتريه اكو الات الكلارنت مقابلها نعم ومساله طيب الان يعني كيف تنظر الى الجوق الموسيقى العسكري هناك اهتمام والله جيد لا والله يسفني يعني مو ذاك الاهتمام واتمنى يكون الاهتمام ويرجع مثل ما كان سابق الى عهده يعني هذا الصنف مهم جدا يعني هو اكو مدرسه نعم مدرسه موجوده يعني طبعا يعني بس اتمنى تكون المواصفات الفنيه اللي احنا تعرفنا عليها طبعا انا كنت بلندن العام اول عام طبعا وشفت الاجواق العسكريه في لندن هناك تطور بالتاكيد يعني تطور هائل كبير يعني محتاجين الى الات محتاجين الى نوتات محتاجين الى هواي امور يعني مكان للتدريب لائق مكان للتدريب لائق مسرح يعني بس الاخوان اللي موجودين عقيده عامر والمجموعه من الضباط اللي موجودين هم اصلا طلابنا وخريجين مدرسه الموسيقى العسكريه جميل يعني شوف الامتداد اللي دي نتكلم عنه يعني نتحدث عن مدرسه موسيقيه عسكريه يعني نعم. هناك صف وشهاده وكذا شهاده وثلاث سنوات دراسه من اي مرحله تستقبل هي كانت في بدايتها بالسبعينات حقيقه كانت خارج السن القانوني
سن القانون يمكن 18 سنة يروح مكلف ما شاء الله ذلك. يعني أنا دخلت فيها عمر 16 سنة. يعني ممكن عمر 15 سنة يدخل بالموسيقى. يعني قبل سن التكليف التكليف الرسمي العسكري. ليش؟ لأن كان ما يتخرج جندي موسيقى، كان يتخرج تلميذ موسيقي. جميل. وبعد التلميذ يتأهل أنا إذا أنا يصير جندي يعني. نعم. فهذا الترتيب اللي كان جيد المعمول بيك الآن كيف تستقبل الآن نفس الشيء هسه لا تعدت يعني مرحلة ممكن يكون عمره 20 22 23 24 لحاجة الماسة. هاي الأجواق يدخل سنة 3 سنوات يدرس دراسة نظرية ويدرس الآلة الموسيقية، يعني يدرس النظريات الموسيقية. ويعرف تاريخ الفن ربما. نعم. وكذا نعم موجود كل شيء موجود به الأساتذة موجودين، بس احنا دائما جانب الفني ننظر نظرة ربما تكون من هذا الجانب اللي هو عسكرية وما لهم علاقة بالفن. نعم لا بالعكس يعني. هذا كلام غير صحيح وغير دقيق. الدليل على ذلك كل عازفين الآلات الهوائية الخشبية والنحاسية والبركشين هم خريجين موسيقى عسكرية، هم أعضاء بارزين هسه بالفرقة السيمفونية. جميل. يعني بالتأكيد أنت يعني عازف هوائي مميز. ليه الشرف أنا أكون أحد خريجين موسيقى عسكرية؟ غير هذا لهم وظيفة أخرى، يدرسون معهد فنون، يدرسون الموسيقى والباليه، يدرسون بالكلية. إذن الفائدة ما تقتصر بأنهم كانوا عازفين بالجوق العسكري. هي مرحلة. الجوق العسكري مرحلة تؤسس إلها. وبعدين أنا كنت بالموسيقى العسكرية يعني أدرس وأنا مساء وين بفرقة السيمفونية. جميل. يحتاج الموسيقي عادة إلى انضباط شديد بالضبط. ومميز. وهذه المدرسة تمنحه الانضباط. ولذلك تعلمنا الانضباط. هذا الشيء الجيد يعني المضبوطة. المواعيد والتعامل حتى نعم. مع الكاست الذي نعم. يعمل معك في هذا الجانب. ذكرتني بهذا نعم. ما أنساها. ممكن نروح للإذاعة بالثمانينات يعني سنة الثمانينات. الله يرحمه أستاذ طارق قراغلي أستاذ حسن شكرت شديد موجودين هم كانوا على قسم الموسيقى. كان يكلفوننا بشغلة كان يقول بس جماعة العسكر اللي هم موظفين نعم يعني. يأتون في المواعيد حقيقة يعني إذا أقول بالعشرة إحنا بثمانية ونص بالتسعة بالكافتيريا قاعدين. جميل جميل جدا جميل. أستاذ علي يعني نلاحظ الموسيقى والباليه كليات الفنون السيمفونية دائرة الفنون الموسيقية معهد الدراسات النغمية نراك متواجدا في عدة أماكن يعني بصراحة شو تلاحق يعني بين قوسين مو انا ما اعرف يعني انا هذا شغفي هذا يا استاذ عمر عن جد يعني هي ربما تكون بالموجود خطا يعني تحسب يعني بس انا مقسم وقتي حقيقه وماكو مكان يعني مقصر بي انا بعض الاحيان اقول اليوم 24 اليوم 28 ساعه جزء ربما تكون 30 ساعه ربما تكون يحتاج المبدع الى شيء الحمد لله يعني انا يعني مقسم وقتي بالمستطاع حتى في بعض الأحيان خارج الدوام أيام الجمعة العطل أقدر ألتقي الطلاب. يعني الحديث عن التأسيس الموسيقي فيما يخص مدرسة الموسيقى والباليه كان هناك درس نشيد موجود وموسيقى مدرسية، كيف تنظر إلى الأجيال التي ربما هي ما دون الشباب في رفت الساحة؟ هو يعني أساسا بعد تأسيس معهد فنون جميلة سنة 36 أصلا نشيد الموسيقى يعني كان موجود من ذيك الفترة الزمنية. نعم. من الجراعيل الأول اللي تخرجوا من معهد فنون جميلة وكان التأسيس الصح واللي نظرت إلى وزارة التربية وبعدين يرتقي إلى وزارة التعليم العالي. نعم. مع الأسف اللغة هو هسه يعني وبحرقة أقولها وبألم كبير يعني هاي كانت تنمي الأطفال وتربيها بشكل صحيح. نعم. وتعلم الطفل عادات وتقاليد حب الوطن حب الأم حب الصديق حب الجار حب هاي المعتقدات المفاهيم اللي احنا نعم. اللي ضاعت يعني حقيقة يعني وقت وقفت عملية تدريس نشيد الموسيقى ودليل خريج معهد فنون الجميلة هو وظيفته معلم يكون معلم نعم. نشيد وموسيقى نعم. طبعا هو السؤال لماذا تلغى مثل هكذا تأسيسات مهمة في ظل حاجة يعني ألا تظن بأن هناك حاجة لتكوين مواطن سليم ما اعرف شو الاسباب يعني الحقيقيه يعني وراء طبعا على مستوى الموسيقى والباليه كم العدد الذي تستقبلونه على مستوى الابتدائيه الموسيقى والباليه هي المصادفه الحلوه مدرسه الموسيقى العسكريه تاسست سنه 1968 وموسيقى والباليه 1968 جميل هي تربوي وفني ومدرسه متطوره يعني تعتبر من افضل المدارس اللي موجوده بالشرق الاوسط يعني هذا بشهادات مشاهداتنا احنا العراقيين يعني يعني من 8 الصبح لحد الساعه 12 وربع تربوي حسب نعم. الأصول وبعدين من 12 إلى 2 ونص موسيقى فمدرسة متكاملة من يعني هذول إحنا نتوسم بهم كل الخير لأن هم يفترض أن يكونوا الرديف للفرقة السيمفونية نعم. ورديف للأستاذ الموسيقي في الموسيقى العراقية التقليدية معهد الدراسات الموسيقية اللي هو مختص بالدراسة الموسيقى العراقية وفي قسم الأوروبي
الآلات اللي هي تخرج عازفين الفرقة. فعلا السؤال يعني نمط التدريس الموسيقي في مدرسة الموسيقى والبالي الشرقي والغربي شرقي وغربي موسيقى عراقية. طيب أيون يختار آلة الطالب يختار آلة لكي يتخصص عليها؟ لجنة. طبعا هاي لجنة مهمتها أن تشوف الطالب أكو مواصفات فنية. نعم على الأصابع والهيئة. الأصابع لها تأثير، الأسنان، الشفة، الطول، الضعف، السمن. الشفة تلعب دور كلش كبير، خصوصا الآلات الهوائية يعني. إضافة إلى بعض الأحيان احتياجاتنا إحنا، مثلا نحتاج 10 قوانين عازفين قانون، أو نحتاج 2 عازف سنتور، نحتاج عازف ناي، نحتاج كلارنيت 4، بس ترومبت نحتاج 8. هاي القضية أكو لجنة مختصة في مدرسة الموسيقى والبالية، كلهم أساتذة ممتازين ودارسين الموسيقى بشكل علمي، وصلنا ويا الشباب بصراحة إلى مراحل ممتازة، يقدمون عروضهم. قبل 4-5 أيام كان أكو نشاط هنا في دار الفنون الموسيقية، هاي الدار اللي تحتضن كل هاي المؤسسات. أمر مفرح جدا هذا، جميل يعني. والحديث عن الرديف دائما، رديف أنا يعني أنا من الناس اللي البديل عندي أهم من أنا نفسي شخصيا طبعا. يعني تصديت لأوركسترا بغداد للشباب. نعم. هذا مشروع مهم بصراحة، حتى على مستوى المؤسسات سواء كانت تربوية أو تابعة لوزارة الثقافة. نعم. كانت تشعر بالمساعدة، بأنك قدمت لها مساعدة جيدة بأنك تدرب لها طالب. ليس وحدي عفوا، أكو زملاء آخرين أيضا معي طبعا يعني. لكن ربما متصدي أنا للمسؤولية الأكثر، بس هم زملاء. يعني تحدث لنا يعني بصورة عامة أولا عن هذا يعني المشروع. أستاذ عمر، يعني إحنا بعد دراستنا بشكل علمي يعني البديل هو كلش مهم. بديل على ذلك لو نرجع لكرة القدم للرياضة، أكو مدير عام بقى. نعم. مدير عام الآن طلع بالدائرة وتوفى وجابه واحد بمكانه. لا بالتأكيد. أكو وزير. لا بالتأكيد. أكو ضابط. دائما أكو الاحتياط الناجح. الاحتياط الناجح، وهي العملية يعني. عملية هاي تكون الصيرورة هاي طبيعية. نعم. موجودة بكل العالم يعني. بصراحة يعني احنا أوركسترا بغداد للشباب. كيف بدأت الفكرة أولا؟ هي أوركسترا بغداد للشباب جاءت من رحم مركز كريم مصفي. كان فتح مركز كريم مصفي للموسيقى والمحبة والسلام. نعم. كان في بداية 2009. نعم. وحقيقة كانت الفكرة بأنه وردنا مجموعة 30-35 من دول الشباب يعني. أستاذ كريم اتصل بي في اليوم وقال عندي ايش فكرة. قلت له والله ممتاز، ليش لا؟ جونا في 200-250 ممتاز، 180 100 يعني ما توقعنا. اغلبيتهم طلبه ام خارجي قسم موسيقى، دارسين قسم ما لهم علاقه بالمنطقه. بالشباب واحد جاب واحد يعني استقبلتهم حتى الذي لا يعرف. نعم. الموسيقى. نعم. 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 والدليل على ذلك لو اقول لك اسلي هسه انا بالسيمفونيه مجموعه فد 7-8 يمكن 10 هم ما دارسين موسيقى اصلا، خرجوا من رحم مركز كريم مصفي للموسيقى والسلام والمحبه. دول بعد ما انتهت الرجل كان عنده مده معينه 2 أو 3 انتهى. نعم. المشروع مال كريم استاذ كريم مصفي تحولوا وين؟ الى فرقه سيمفونيه. فشكلنا بهم احنا يعني بدات اوركسترا بغداد. نعم. من هنا من هذه يعني النقطه بقينا. نعم. 2010-2011 بدينا اوركسترا بغداد للشباب. طب يعني وجودهم الاداري اولا كيف استوعبتم؟ تعرف نحن في بلد يؤمن كثيرا بالروتين. الاداريات والروتين القاتل يعني. نعم. من ضمن عندنا احنا متدربين ممكن نجيبه، فجبناهم فعلا متدربين، طلعناهم فد مبلغ بسيط يعني. جيب. حتى المفروض يعني المبلغ يكون اكثر ما يستحقون. بس حقيقه يعني هل نقدر عليه في تلك الفتره الزمنيه؟ وبقوا متدربين. وشنو كلمة متدربين؟ إلى الأسد كلش لازم يكون ظل يعني يكون أوركسترا بغداد للشباب هم رديف للأم يعني يكون جاهز بعد 2-3 خبرتنا إحنا والأساتذة موجودين أفاضل. فبصراحة أنا يؤسفني توقف هذا المشروع. طيب يعني لما توقف يعني قبل لما توقف يعني أين وصلتم؟ يعني ما العدد التخت الذي كونتم؟ وصلنا إلى 55-45 عازب، أحيانا 60 عازب، وعلى مختلف الآلات. والشيء اللي إحنا نعتز به ونقول نجحنا فعلا بأنه من الشباب هم تدعسهم بالأم فرقة السيمفونية. جميل. يعني قدمت مشروع شنو؟ ناجح. يعني مشروع ناجح. قدمت هذه الفرقة يعني أوركسترا الشباب يعني مقطوعات عشرات عالمية. نعم. كما تقدم. نعم. عشرات المقطوعات العالمية في مهرجانات محلية، في مهرجانات مؤسسات رسمية. يعني أنا أصور يعني واحدة من الحفلات اللي قدمتها ختام مهرجان بابل. جميل. كان على أوركسترا بغداد للشباب. المهرجان المسرحي للشباب الأول أو الثاني كان أيضا في وزارة الثقافة، في وزارة التربية، في وزارة الشباب، في وزارة الداخلية. نعم. كل نشاطات أكو هنا على المسرح. قدمنا أول حفلة يمكن 2014 أو 2000. جميل. حقيقة يعني لا تقول هي مؤثرة ومخسرة الدولة أي شيء، حتى ما مخسرة الدولة، هم من ضمن من رحم الفرقة السيمفونية. نعم. تعرف دولة مستويات يعني ممكن أنت هسه إحنا أيمن اللي أيمن حسين اللي هي سوى الشباب يعني نطلع عيون نجيب أيمن.
هو أيمن يكون رديف لحسين طبعا يكون رديف وهكذا العملية تبقى يعني. طيب يعني ما الذي حدث؟ الذي حدث وألغيت توقفت الفرقة وألغيت لأسباب أنا شخصيا أعرفها ما أريد أن أواه عنها يعني حقيقة يعني وما أريد أدخل في قرار داخل السيمفونية. إيه طبعا طبعا أكيد داخل السيمفونية يعني هسه أنت لو تجي للواقع يعني أنا عندي طلاب ستة هم طلابي وهسه أنا مساعد قائد وراح أصير قائد وأنا أعزف الكلارنت وأحسن أعزف الكلارنت بالعراق فرضا أنا وما عندي بديل شنو المنطق اللي بيها يعني لا منطق بها من اللي راح يحل بكاني آني من أكون صعبة. قاعد آني زين سافرت خارج العراق زين تركت العمل زين توفيت يقول والله ما بس علي خصاب كان موجود كلابيت هذا المنطق لا بالتأكيد هذا منطق خطأ خطأ كبير خطأ فادي احنا نتحمله احنا الأكاديمية أين ذهبوا هم دول انضميناهم إنه بس مفترض احنا كنا نكون وانا كنت معدلهم مع الاستاذ يعني ضميتهم لازم تستقبلون فد عدد جديد هم راح هاي الجانب الاداري والروتين اللي تعرفه حضرتك راح يمنعنا او راح يحد من نشاطنا انا اقاتل على هاي الفرقه لاخر لحظه من حياتي لسبب واحد هي ديمومه واستمراريه للفرقه السيمفونيه ودي على ذلك لا انا عندي راتب اضافي راح ينطوني او منصب اضافي بالعكس تعب اضافي بالعكس تعب اضافي عبادات وكل شيء بس اني يعني صديت العملية لأنه التدريس هواية بالنسبة إلي التدريس مو وظيفة حب عشق ما شابه ذلك وبعدين من تطلع بنتائج مع مجموعة معناها أنت ناجح يعني وربما النجاح أغاض بعض الزملاء وأتمنى يكون مو هالشكل يعني أتمنى يكون غلطان أنا أتمنى أن تعود هذه الفرقة لأنها وأنا من مبكم هذا وأنا دائما أقوله في كل لقاء وأوجه سؤالي أوجه يعني رأيي وجهة نظري لأي جهة دعمت مسؤولة مع الوزير السادة الوكلاء السيد محمد أمين قائد الفرقة السيمفونية السيد عبد الرزاق العزاوي والأستاذ كريم مصفي في خطأ فادح تقف أوركسترا بغداد للشباب نريد نتحدث يعني ندخل إلى الفلسفة الإدارية للفرقة السيمفونية العراقية ما هي الفرقة السيمفونية العراقية؟ لمن تتبع؟ كيف تدار؟ كيف تقاد؟ فرقة السيمفونية العراقية مؤسسة فنية كبيرة ومهمة وخطيرة في نفس الوقت يعني. تابعة بالتأكيد لوزارة الثقافة يعني إداريا تابعة الدائرة الفنية الموسيقية بس مستقلة في كادرها لا أفهم كيف تابعة ومستقلة مو مستقلة فرقة السيمفونية هي أصلا مستقلة كفرقة يعني عندها نظام داخلي خاص بها عندها إداريين خاص نظام داخلي بها. تابع لقانون وزارة الثقافة نعم كل نظام داخلي حال كل نظام ولا ترتبط بمديرية عامة لا هي مديرية الدائرة الفنية الموسيقية ارتباط يعني ربما شكلي ربما إداري يعني بسيط يعني ما بس هي كمؤسسة كهيئة مستقلة يفترض أن تكون هيئة مستقلة المفترض هو أنا يفترض أريد أن أصل إلى هذا الجانب يعني الموظفين اللي بيها يعني كما يقال دائما هم يعني ملاك دائم عقيم لا مو مشكلة شايف أنت تعرف يجب أن العراق يبوب كل شيء يبوب كل شيء يعني مع الأسف يبوب كل شيء الفرقة السيمفونية لأنه طبيعة عملها هي خارج الدوام الرسمي يعني مساء لذلك كل احنا العقود نشتغل بفرقه سيمفونيه عقود نعم شيء جيد ليش جميل. عقود يشتغل يجينا عازف في الموسيقى موهبه يجينا عازف فلوت مثل الدكتور سعد الجيلي هو رجل خريج معهد فنون جميله وياي اكاديمي خريج معهد فنون جميله وياي يعني هو بيولوجي اختصاصه غير اختصاص يعني بس عازف فلوت وعازف ممتاز قال له والله روح انت مو خريج موسيقى لا يجوز تجيني هند تستقطبه تجيني هند فاضل ام عازفه فلوت اللي خرجت من رحم كريم مصفي مركز كريم مصفي يعني وعازفة ممتازة وشابة جميلة وإمكانيتها ممتازة أقول لا والله أنت بيصير مجيد من محل دراسة لا علاقة بالشهادة وما لا ما لها علاقة بالشهادة هاي الموهبة بعدين أسماء كثيرة يعني إحنا قسم من عندنا الأساتذة يعني علي صباح عازف كلارنيت ولد اثنين عازفين كلارنيت صاروا أفضل من علي صباح وأفضل من علي خصاف جميل يعني من خلال الدربة من خلال والاحتكاك الدربة والاحتراف وإحنا احتضناهم هو يجيبهم وياه وإحنا موجودين مهدي خصاف اثنين اللي هو أخوي مهدي خصاف ولده ولدي وولد أختي صاروا عازفين ممتازين من خلال احتكاك جميل ما كانوا دارسين موسيقى أصلا يعني قسم معتهم يعني ابني وشام عازف تشيلو ما دارس موسيقى هناك تؤمن بعدوى الموسيقى يشار دائما الخصاف يقول لك كلهم يعزفون وما إلى ذلك أستاذ عمر حبيب قلبي يعني قلت لك يعني قبل شوية من تحت الطلابي الموسيقى موهبة الموسيقى مو وظيفة موسيقى هواية دائما أقولها أنا وما يعرفوها طبعا يعني تأثير طبع وتطبع تأثير كلش مهم طبعا يعني من واحد من ولدي أشوفه يعني ما سبق أنا تعد بسام أيضا بالموسيقى العسكرية جميل عازف جميل جميل وشام طبعا عازف تشيلو وياي وعندي حسام وعندي وسام
عزف سكسفون مسام يعني معروف على مستوى. من منهم يعزف كلارنيت؟ هشام أسد راح يدرب على الكلارنيت. جميل. وأيضا دخل أنت سمحت أن يروحون تشلو يروحون أي شيء. لا بس لا بس يتنوعون يعني. يعني هذا إحنا هسه هاي مسؤوليتنا اللي دا أتكلم عنها أنا. ومن دا أتكلم عن أوركسترا بغداد دا أتكلم بحرقة وبقلب. دول الشباب يحتاج لهم يحتاج لهم رعاية خاصة. يعني ما ممكن أجيب سيمفونية لبيتهوفن وهو شاب يحتاج لأ أنا أجيب له مناهج خاصة بي يدرب بها. يعني شو الإشكال أنا أرتب لكم إياها وأهيئهم لكم وأنتم تأخذوهم. يعني وكنا نلاحظ بأن فرقة الشباب كانت تقدم أشياء رصينة ومميزة بحيث سدت مسد الفرقة السيمفونية الكبيرة في عدة محافل. السؤال يعني فقط أريد أن أصل إلى نتيجة، هل شكلت خوفا نعم هو من قبل الآخرين؟ أذهب إلى فاصل وأسمع منك الإجابة. أعزائنا فاصل قصير ونعود إليكم، ابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي من جديد، ما زلنا متواصلين معكم في برنامج العلامة الفارقة ودائما مع الفنان علي خصاف. حياك الله من جديد أستاذ علي. خافوا من عندهم بحيث وقفوا عملهم أم يعني كان يعطوك فلوس هاي الفرقة وحسدوك على هذا الجانب؟ شو تقول أنت مثل يعني؟ والله أنا ما أعرف عراقيا شلون عراقيا يعني ما أعرف. يعني أنا أعجبه إن كان موسيقي محترف يخاف أو ولا يبارك الشاب. أريد أن أصل إلى نتيجة. أنت تعجب فأني مستغرب حقيقة يعني. وهسه قلت يعني عبارة كلش كبيرة، يعني موسيقي يعني محترف نعم ليش يوقف شباب؟ شو السبب يعني؟ أنا حقيقة الأمر يعني كلهم زملاء وكلهم أساتذة يعني. عندي أقدم هو مشروع إذا مدام يرجعوها بشكل أصولي رسمي. إحنا كل شيء ما رايدين لا فلوس لا رواتب لا كذا، مجرد هم يجون الشباب هم يعرفون شلون تدريباتهم والمناهج التدريسية مالتهم مختلفة جدا طبعا يعني. ما ممكن هسه مثلا على سبيل المثال لا الحصر يعني لا الحصر على سبيل المثال يعني هل منتخب الشباب اللي هم الناشئين عمرهم 18 سنة يلعب مع منتخب البرازيل مباراة دولية ودية عراقية؟ لا أعتقد لا يمكن. أعتقد كسياقات هسه كسياقات لا يمكن يلعب منتخب الوطن. نعم. أنا أقدر أجيب ريمسكي كورساكوف سيمفونية شهرزاد أو سميت شهرزاد يعزفون الشباب، هم يحتاجون أن يعزفون مواد مختلفة جدا. فإحنا من هذا الجانب الفني من هذا الجانب اللي هم يعرفون يعني حقيقة. بس ما النجاح يخيف موسيقي محترف هاي معيبة كلها صعبة جدا. هاي جدا صعبة يعني لو واحد ما يعرف بالموضوع يقول علي خصاف ربما مستفاد معتهم ربما هو يريد يعني يصعد على أكتافهم خلي شي يفكرون يفكرون. بس ما الآن هي شباب شباب هم أصلا شبابنا وكلهم نعم. يعني ولد طلبة بعمر هذا هاي الأعمار الجميلة اللي هو إحنا دنعتهم بشكل وأنت تنتشله من مدلهمات الحياة طبعا لكي يصبح نموذج جيد. والتجربة موجودة في كل العالم نعم. أفرض هو خلص ما حد فنون حتى كرة القاعدنا معدنا مدرسة عمو بابا مثلا لكرة القدم طبعاً. وما إلى يعني ذلك يعني يعني ما حد فنون جميلة خلص وين يروح من واحد فنون جميلة؟ ماكو بعد مؤسسة غير الكلية غير هاي المؤسسة كمل كلية وين يروح فعلا يحتاج وين يروح يحتاج الى منفذ ماكو ماكو ملاكه فرقه بالاذاعه موجوده لاكو فرقه بمنظمات جماهيريه قبل كان بيت الشباب والثقافه وبيت هسه بكل مكان ماكو فرقه نعم. فالفرقه السيمفونيه هي بيت كبير جميل كل خريجين ما حد فنون ما حد دراسات موسيقى وباليه هيئه اعده هسه من تدخل عمليه تروح عمليه اكو بنج لا بالتاكيد ماكو بنج يا اخي وبعدين تروح العمليه صارت العمليه. طيب حديث عن الفرقه السيمفونيه يعني اداريا كيف تقاد؟ اداريا عندنا احنا عدد وصل عددنا تقريبا 120 يعني وهذا فتشي نحتز به. عندنا ستاف اداري ممتاز يعني رواتب من وزاره الثقافه نعم. يعني مسؤول يعني هناك مدير وهناك قائد مدير كم قائد مدير فرقه سيمفونيه موجود استاذ نعم. محمد امين قائد استاذ كريم وصفي قائد والمدير مساعد قائد والمدير استاذ عبد الرزاق العزاوي جميل. هاي التوصيفات الفنيه والاداريه حسب النظام وكونسر ماستر اللي هو العازف الاول استاذ جنيد محمود نعم. وبعدين يجوا رؤساء الأقسام لكل مجموعة لكل مجموعة قسم آلات رؤساء كمان أول رئيس كمان ثاني رئيس الفيولا رئيس قسم ليدر يسمونه والتشيلو قسم والكونترباس أيضاً هناك كثرة وبعدين الفلوت والكلارنت وهكذا 120 عازف لا مو 120 عازف مع الإداريين 120 العدد بصورة العدد بكل تقريباً 85 إلى 90 عازف يعني. طيب هناك ونطمح يكون أكثر يعني جيد هو يعني المعتبر في المعتبر العالم في العالم كثر في الفول اوركسترا 120 عازف جميل شنو في الاوركسترا
الآلات كلها متكاملة. عاز الجميع موجود. الآلات عندنا نقص بالهارب. مثلا ما عندنا باس كلارنيت، ما عندنا مي بمول كلارنيت، ما عندنا كونتر فاغوت، ما عندنا. لماذا يعني السؤال؟ يعني ما عندنا طبيعة يعني عملنا احنا كفرقة سيمفونية، وهذا التوسع يحتاج له إمكانيات مادية. احنا عندنا عازفين موجودين لهذه الآلات؟ موجودين. يعني هو أصلا هذه الآلات؟ لا موجودين. يعني احنا نسوي مثلا الكلارنيت ممكن نعزف باس كلارنيت. نعم. بس بعد هاي الباس كلارنيت مو بكل مقطوعات موجودة، أو الكونتر فاغوت مو بكل مقطوعات موجودة. لك لا تستعينون به فنعد الحاجة يعني. نعم. مثلا ساكسفون، ألتو ساكسفون. نعم. يعني جورج بيزي في مقطوعة معينة مخلي هاي الآلة. نعم. يعني أنا ما أقدر أجيب عازف أقول هذا عازف ساكسفون وتعين ويأخذ درجة وظيفية ك. عندنا عازفين كلارنيت ممكن يعزف. يعني وما الضير في أن تعين شخص؟ هذا يعني سلسلة ليتطور ربما. هذا راح يقودنا إلى أن نقدر نسوي غير شيء هم جانب المادة راح يوقفنا. يعني. فممكن كل الآلات يعني مثلا الهارب محتاجين هارب في كل شيء، ما عندنا هارب يعني. إضافة إلى محتاجين كورال هناك يعني يجب منشدون يكون كورال. يعني إحنا ما عندنا كورال، إحنا كنا نتوسم خير أن تفتح دار الأوبرا. نعم. بس المشروع ما أعرف شنو صار، صار حل مشاريع الأخرى. عدد الكورال يعني كم؟ يعني الكورال ممكن إحنا نتحكم بيكون 20 بنية و30 ولد يعني. يعني يكون كورال مهيب في 60 إلى 80 واحد يعني. هذا كان حلمي أنا يعني شخصيا. جميل. حقيقة أنت توقعت يتحقق مع انفتاح دار الأوبرا، لكن مع شديد الأسف يعني توقف المشروع. يعني مثل ما قاعد يوقفون أوركسترا بغداد للشباب، وقاعد يوقفون كل الطاقات اللي يفترض هم بحساباتهم. ما أدري بعد 5 سنوات الفرقة السيمفونية ضحى في غرفة الإنعاش يعني. ليش؟ أعمار وما ليش؟ سؤال لا وجيه. وجود لرافد سؤال وجيه. ماكو رافد. نعم. مثل ما كنت بالموسيقى العسكرية يعني. نعم. عمره 35 سنة و40 سنة وهو موجود. احنا كنا كل سنة 50 إلى 60 طالب يجي يدخل الأجواق، بدليل عندنا كم محافظة؟ كل محافظة بيها جوق. جميل. تصور 24 محافظة 18 محافظة عفوا 18 جوق، وفي بغداد حوالي 8 أجواق. ممتاز. قوة جوية والحرس وتاجي وما أعرف شنو كذا، وهناك جوق مركزي. هو الجوق المركزي مع التشريفات اللي هو موجود، هذا إلى عمل محدد موجود. شو الإشكال أسوي فرقة سيمفونية ألف وباء وبالبصرة وبغداد؟ لأني ما تضير. شو الإشكال الضير يعني؟ تتوسع. أول مرة أنا ما طالب فلوس. يعني ما طالب أنا يا سادة يا مسؤولين يا من القائمين تبع الثقافة. أنتم ما تفهمون وما تفقهون بالثقافة، لأن أنت تجي مصر وتروح تدير وجهك، بس أنا موجود أعرف شنو الثقافة. فعلا أنت أعرف شلون أسس أنا. يجي وزير ثقافة ويروح يجي وزير آخر. ما يكمل المسيرة اللي كملها، لا يجيب دي من جديد، وهاي هي كارثة الدولة العراقية. نعم. وشوف وين أوصلونا السياسيين ما شاء الله، شفتهم وين أوصلونا. نعم. يعني يتعاركون على المراكز وعلى المناصب وعلى الكراسي، وشوف 3 مليون نازح. نعم. طيب أنا آسف ما رجعت الموضوع، بس هذا موضوعنا. حقيقة إذا يجي وزير يروح يعرف الفرقة السيمفونية إيش احتياجاته، مثل علي خصاف ومحمد. لا بالتأكيد أنت التي وعبد الرزاق العزاوي تمسك الأرض. أنت من تمسك الأرض. أنا ممسك الأرض وأنا أسس وأعرف تأسيساتي. ما طالب لا منصب إلي يعني منصب. أنا أقول والله أنا أريد مدير عام، والله أنا أريد وكيل وزير، والله أنا أريد ما أعرف شنو. يا أخي المناصب إلكم، خذ المناصب بس خلوا الكراسي ما أدري شلون يعني هذا. فأنا ما أريد كل شيء. أنا ليس هاي التأسيسات اللي أنا خبير بيها وصلت إلى مرحلة أعرف المن أجيب وأعرف المن أخلي بديل لعلي ولعمر. جميل. طيب يعني أستاذ علي، هذه الفرقة السيمفونية كثيرا ما يقال بأنها تخت غربي و لا تدخل بها. نعم. آلات معينة. نعم. ولكن من خلال متابعتنا لها، يعني من خلال متابعتنا لها. نعم. نلاحظ بأن العود موجود مثلا. نعم. وهي آلة عراقية. نعم. يعني لا أريد أقول شرقية، هي موجود. عراقية صنطور والجاز موجود. نعم. هذا توليف موجود. هذا توليف جديد. نعم. أم ماذا؟ أم يعني ستحكي لك أنا. نعم. التجربة اللي قمت بها أنا شخصيا وزملاء آخرين. جميل. يعني. وصديت لهذا الموضوع، وكان يعني كان أكو يعني محاربة بشكل أو بآخر بالتسعينات، منتصف التسعينات. يعني في فترة ما تحدثت لي عن الكلارنيت. نعم. وهو لا يعزف الأرباع. نعم. ولكن أنت عزفت صبا وأرباع. نعم. وسمعتني فد شيء. نعم. معين. نعم. أيضا هذا هي آلة غربية حقيقة. نعم. طوعناها طوعت لهذا الجانب. يعني إحنا مجموعة من الشباب المثقفين اللي درسنا الموسيقى، مثل ما صدوا مرحلة الخمسينات جميل بشير ومنير. جميل. بشير وغانم حداد وسلمان شكر والعباقرة العراقيين واللي تركونا هذا رواد الأثر. رواد التأسيس. رواد التأسيس. نعم. اللي تركونا هذا الأثر الموسيقي والغناء الرائع. نعم. يفترض إحنا بينا أن نحترم هذا الجهد الكبير اللي بذلوه هؤلاء الكبار. جميل. يعني شوف أنا حسن شكرت شيء صار حسن قائد فرقة من السبعينات وتأسست هاي الأغاني الجميلة الراقية الأغنية الثمانينية الأغنية السبعينية
التأسيسات هيراقية. أنا من أجي أكون لازم أكون ممتلئ نعم. ثقافيا وأكاديميا أمام تاريخ ومسؤولية كبيرة نعم. ومنهل الدينهر خلنا أغرف من عنده. ليش ما قلت هاي الأعمال الألحان العراقية أضعها في الأوركسترا؟ نعم هو السؤال هنا. فبديت نعم. أعمل أنا شخصيا ما عزم ولا آخرين يعني، بس لي الشرف أكون صديت للموضوع هذا أنا جاي. بس أكون سابقيني بالتجربة سابقا قبلي، بس أنا صديت وتقريبا تفرغت لهذا الموضوع ودخلت العود والصنطور والجوز. شنو الفكرة أستاذ عمر؟ الموسيقى تحتمل الكثير. جميل. الموسيقى بيئة حاضنة. لا تؤمن بالكونكريتية بالأشياء. لا لا لا, 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 لا. كل بيئة موجودة. كل بيئة موجودة أفكار. بدليل على ذلك من تروح تسمع مقام غنائي مصر بيات وتجي تسمع بالعراق بيات، هو نفس الأبعاد، نفس الأبعاد الصوتية، نفس خارطة الطريق اللي يمشي بيها المقام، تلوينات معينة بس الروح تختلف نعم. من خلال البيئة اللي عايش بها، بس هي قوانين فيزيائية واحدة يعني. الآن عدد الآلات الشرقية المعروفة كاملة موجودة. يعني صنطور عندنا، عندنا عود، عندنا قانون، عندنا ناي. الحفلة الأخيرة إذا شفتها وسمعتها دخلت الكولة. الكولة آلة بصرية اللي متعارف عليها نعم. من ضمن فئة الناي، ضمن مجموعة الناي يعني. دخلت في الـ أنا كنت مؤلف قطعة موسيقية اسمها بغداد حبيبتي. حلو. قلت لأستاذ كريم، أستاذ كريم كان يقود الحفلة، قلت له عندي هيك فكرة، ودخلت أيضا الربع تون بالمقطوعة يعني. جميل. يعني فما زلت بين الموسيقى الشرقية العراقية العربية المحلية مع التوليفة اللي أنا حسيتها، وأنا كنت عازف الكلارنيت الصولو، فطلع في شيء أتمنى السمع إن شاء الله. يعني على مستوى الآلات يعني عادة السمفون يعني التخت السمفوني نعم. لا توجد به آلات إيقاعية بي أنا دخلناها يعني نلاحظ نعرف أن الموسيقى الغربية عادة هي موسيقى الهارموني يعني تداخل الأصوات نعم. أكو قسم البيركش الموجود الإيقاعات، أكو الإيقاعات الغربية أم لا التيمباني، مجموعة التيمباني نعم. مجموعة الطبول، الطبل الجنبي، السايد درام، الطبل الكبير، هاي موجودة. إضافة أقصد الإيقاعات الشرقية. لا الشرقية هاي إحنا طوعناها. إحنا أيضا هم يعني الآن دخلت الإيقاعات الشرقية. لا مسامع انغام من التراث. أنا دخلت الخشبة. جميل. طيب يعني الخشبة. رأي الآخرين كان بما يعني يقدم. أكو كان يعني الآخرين داخليا كان ضد. تعرف في الموسيقى أيضا هناك متزمتون في الموسيقى، ورأي السامع الغربي السامع العالمي أو العربي بدليل بدليل المتزمتون جون بعد فترة قالوا لي معود طلعنا هاي الأعمال مالتك. حلو. يعني زين أكو إيه عن جد عن جد عن جد عن جد يعني ذا شيء تاريخ موجود. زملائي سد يسمعوني نعم، زملائي اللي موجود عصرون جيلي يسمعوني يعني، واللي ما يعرف الموضوع أول مرة يعني تحفظه بشكل كلش كبير. لكن دخلتها من خلال مسابقة. جميل. اكو مسابقه للتاليف الموسيقي. هذا عندي عمل، فقالوا ثلاث اعمال فازي، انا ما فوزوا العمل مالتي مو مشكله، بس هالثلاث اعمال تقدم على هامش الاعمال الفازه. على مستوى التوزيع الموسيقي نعم. ونحن عاده ما يعني نسمع حينما تقدم بالسيمفونيه او غيرها نعم. يعني هاي توزيع علي خصاف نعم. هاي كذا. طيب كيف تصنع رؤيه التوزيع لسواء أغاني معروفة سابقاً نعم وتعيدة أو مقطوعات يعني جديدة يعني تؤلف، وهذا تأليف كامل ثاني يعني التوزيع. توزيع شنو؟ دائماً تجي الموسيقى مكتوبة للخط واحد يعني نعم. يعني اللي هي الثيمة الرئيسية نعم. يعني ميلودي كواحد، هو الميلودي يسمونه ايه؟ الثيمة. هذا الثيمة احنا بالأوركسترا السيمفونية وكلهم فرقة يعني فرقة شرقية عادي ما تحتاج تكتب جزء يعني، بس هو نفس الميلودي يعزفونه كل الآلات نعم. عود، صنطور، قانون، جوزة، أي أورجين، أي آلات أخرى تعزفها عادي خط واحد ماكو مشكلة. بس إحنا ترى طبيعة عمل فرقة سيمفونية مختلفة. من أجي أني يجيني عازف عود مسوي فد لحن للعود نعم، أو سماعي، أنا بديت بسماعي روح الخماش الله يرحمه نعم، سماعي مالت العجم أو النهاوند نعم. أو شريف محي الدين حيدر أو لونجيت غانم حداد أو أي عمل، كلها لون واحد، كلها خط واحد ميلودي. لأن من أجي كتب الفرقة السيمفونية شلون أكتب كلهم كل الآلات تعزف نفس الميلودي؟ لا. ما الذي تعمل عليه؟ طبيعة الفرقة السيمفونية لكل آلة لها دور معي. جميل. يعني مجموعة الموسيقى تتكون من أربع أجزاء. الصوت، الباص العميق هذا الباص نعم. الغليظ، والتينور اللي يجي أعلى من عنده، والألت والسوبرانو نعم. اللي أعلى واللي أعلى نعم. هاي الأصوات الأربعة من تكتب لها أنت أربع نوتات، كل واحد راح يشتغل شنو شكل
وبعدين هذا الميلودي تتداخل الأساسي. هو فوق الأساسي وجوه هاي الحاضنة مالت اللي هي نقول عليه الأكوردات وما شابه ذلك. أخذ يعني روحية عملية عملية دراسة يعني تعرف طبيعة الآلة. يعني روحية التوزيع التي تعتمدها دائما. ثقافتي بيئتي أنا موروثي تراثي شلون أنظر للقطعة الموسيقية تبقى يمي أنا. تلميذ من أنت في التوزيع؟ بعد تلميذ نفسي ما أعرف يعني. ما أدري سؤالك كل شيء يعني في الموسيقى يعني عادة العلامة الفارقة لها أساتذة بحيث تترك بصمتها أيضا في الأجيال. والله والله عن جد يعني بدون مبالغة يعني وحسيت الأسلوب بحيث من جماعتي يسمعوني يقول هذا سؤالي خسارة يعني ما عرفت من خلال دراستنا ومن خلال سمعي وعزفي لعشرات القطع الموسيقية قمت أنهي أسس تأسيسات. لما اخترت الكلارنيت؟ الكلارنيت كان طبيعة جسمي حقيقة يعني ننشغل دائما بعلي خصاف الذي يعمل كثيرا وينتج كثيرا ولكن الجانب الأول بحياتك الطفولة العائلة تحتاج إلى إضاءات إن شاء الله. أنا كنت يعني جسمي لحد الآن هو جسم ضعيف يعني مو سمين كانت الآلة كلش تناسبني صابعة طويلة شفتي ميديوم صغيرة أنت تشبه الآلة نعم. أي فالكلارنت كان كلش تناسبني يعني من هذا الجانب. لو أنا كنت شوية سمين وطويل مثلا يعني شفت مختلفة أصابعي كذا لا يختار مثل ترمبون أو أختار تيوبا أو تنر ساكسفون بس هاي الآلة كانت كلش مناسبة بالنسبة لي. طبعا يعني دخولك إلى المعهد دخولك إلى عوالم الموسيقى جاءت بدعم دفع إعجاب أم ماذا؟ والله يعني هو طبعا أخوي الأكبر مهدي خصاف هو كان سابقني بالموسيقى العسكرية حقيقة أنا يمكن راح أقول ثاني مرة راح أقولها سبب دخول الموسيقى العسكرية هي الجبر والهندسة. كيف؟ ما كنت أحبها وسبب السنتين بالثانية من وراء الجبر والهندسة والفيزياء والكيمياء يعني أنا مو علمي مع أن الموسيقى يعني علم يعني الموسيقى علم يعني أنا معناها لازم أنا فيثاغورس يعني قامت الموسيقى زين أنا دخلت شفت المعادلات الرياضية وشفت المصايب ثاني وين رحت وجيت زين وين رحت استقبلتها بشكل مخيف أول ثلاثة أشهر بين أنا وين صرت عن مجموعتي حقيقة فأنا أشكر الفيزياء والكيمياء والهندسة والجبر اللي رسبت سنتين بصف الثاني وحولتك إلى الموسيقى وحولتني قال أبوي والموسيقى علمتك النظريات العلمية أيضا علمتني كل شيء طبعا بصراحة فدخلت من هذا الجانب يعني وكان مدخل ربما يكون يعني خير يعني قلت الحمد لله وشكرا جميل. تخرجت 76 واختاروني بجوق المنتخب سنة 77 سافرنا إلى يوغوسلافيا هذا شرف لي يعني بالموسيقى العسكرية فخططت أن شو أدخل الفرقة السيمفونية دخلت الفرقة السيمفونية 79 محطات كلها راسمها أنا ورا الفرقة السيمفونية زملاء عندي عزيز فاخر وعلي ناصر وأمجد قالوا ليش ما رحت محطة فنون جميلة قلت لهم شو سوي رحت محطة فنون جميلة يعني اكتفيت بالسيمفونية أنا وكأنما انتهى الموضوع عندي نعم. يقولك لا خلنا ندخل يقولك مش رايز خسارة يعني خسارة هي مو خسارة والله أذكر أستاذ عزيز فاخر صديقي هو سوى الفايل دخلت الفرقة محطة فنون جميلة وأشكره جدا لأنه وأفادك كثيرا جدا طبعا درست الموسيقى الشرقية دخلت إلى عالم آخر تذكر من كان يدرس هناك أنا طبعا دلوقتي. طبعا حجي معتز هذا الإنسان الرائع اللي هو علمنا العود وبعدين قال أصابعك أنت موسيقي ما تعب وياه يعني وكان دورتنا سعدون جابر محمد نوشي لأنه كان طبعا بين العود والكلارنيت خارج سن القانون يعني بين العود والكلارنيت أي بين العود والكلارنيت كل آلة لها خصوصية سعد عمر يعني كل آلة لها خصوصية بدليل على ذلك يعني العراق غني بموسيقى ليش غني بموسيقى من تروح للشمال اكو خصوصيه حضاره وتراث خصوصيه بالغناء الجغرافيا يجنن الموالات تختلف الدبكات تختلف الرقصات تختلف من تجي للغربيه وهاي أيضا الاجواء والبارده وهاي الصحراء المفتوحه من تجي لبغداد العاصمه تعرف العاصمه مختلفه مكس كبير مكس بين 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 والروح المدنيه بين حضارات جايه من الشرق من الغرب والمدنيه تروح للهور تلقى غناء والانسيابية هذا التنوع الفطري هو يشكل هاي الفسيفساء للأغنية وللثقافة العراقية عود كلارنيت ساكسفون لو تاخذ أي آلة أقدر أطوع لك إياها أنا بالطريق العراقي والدليل على ذلك كلارنيت عزب بيها غريبا بعد عين شيء يمه أو أقسم لك صبر أسوي لك يعني ما لي شغل بالسوق أسوي لك أي أغنية كيفية تعامل أنا مع هاي روح ولكن أنت يعني منذ فترة ربما لا تقترب للعود أما زال أليفا إليك لا العود يعني هو كل تدريباتي أنا مع الفرق اللي أعمل بها في دائرة الفنون الموسيقية نعم وهي دائرة مؤسسة كبيرة وخطيرة بصراحة يعني يجب أن
أن تهتم الدولة بهذه الدار، لأن هي حوالي 12 إلى 14 فرقة موسيقية. جميل. هي حاملة لواء الموسيقى والغناء والموشح والنشيد. وكنا نتحدث عن المخارج التي تستقبل خريج معهد الفنون. نعم. أو دراسات النغمية. نعم. أو الكلية. الدائرة. حضر. هي المخرج الذي التي تحتضن. نعم. أنا قلت لك وين راح يروح من يتخرج من معهد الفنون. نعم. الجميل عازف شرقي. نعم. مو غربي. وين يروح؟ بيا يشتغل بأي فرقة؟ ما عندي فرقة. يجي ينضم إلى فرق دائرة الفنون الموسيقية. جميل. عندنا مسرح، عندنا نشاطات منوعة. هاي النشاطات. لاحظت عملك مع فرقة المقام. نعم. نعم. هو كان هنا محاضرة بكرة على البسة إن شاء الله شرفونه. الأستاذ موفق البياتي، البسة العراقية وتأثيرها وكيف. يعني خاصة نعرف دائما علاقته سيمفونية، علاقته بميوزك غربي، بصمته كلارنيت أو ماذا، ولكن نلاحظه مع السنطور، مع القانون، مع الآلات، يعني ذات الاختصاص الشرقي والتراث العراقي. أنا خريج معهد الفنون الجميلة. أكيد. ثاني خريج البيئة العراقية. خريج الجنوب هذه البيئة. وهي البسته البغدادية القديمة. البسته البغدادية. أسمع كل شيء. من داخل حسن إلى بيتهوفن إلى هايدن إلى القبنشي إلى يوسف عمر إلى فرج وهاب إلى أصغر مطرب. جميل. إلى تارة صلاح حليبني اللي طلعت الـ The Voice. إلى أي صوت بالطبيعة هو ينتمي لي حسن. أين تمضي بنا الأغنية العراقية أو الإيقاع العراقي حاليا، ونحن نلاحظ بأن يعني ما يقال الهوى هذا التي تنتشر، هل راح تؤثر على الأذن، تربية الأذن ونشأتها؟ تمضي بنا، لأن القائمين على الثقافة العراقية دعوا هاي الناس يفعلون ما يشاؤون. ما يقول لك هاي مؤسسة خاصة وهم عندهم فلوس وينتجون. يعني تعرف إحنا سنقدر. والجمهور عاوز كده. أي الجمهور عاوز كده. يعني لا أنا أغني بفلوسي. نعم. أنا أغني بفلوسي يعني. يعني إحنا مؤسسة راقية ودائرة يعني رصينة. الاستوديو يفترض عندنا بدنا نشتغل على الاستوديو إن شاء الله. نعم. بعض المعوقات البسيطة إن شاء الله. استوديو تقصد تابع لتسجيلات في الموسيقى، دائرة الفنون، وراح يطلع انتاج ذات في الموسيقى ان شاء الله. هاي شنو تنتج؟ اغاني؟ تنتج ماذا؟ اغاني وطنيه، اغاني عاطفيه، اغاني تعبيريه، اغاني دينيه، اغاني الاطفال، اغاني. احنا مؤسسه مهمه جدا طبعا. عندكم يعني مهندسين وموزعين، مهندسين وعندنا موزعين وعندنا ملحنين وعندنا شعراء وعندنا كل شيء. جميل. ليش ما ننتج يعني؟ هي يفترض تكون فعلا. هو السؤال يعني لما لا وجود. مو هو مو شوف شوف انت قلت لي قبل شوي هاي البيروقراطيه العاليه مالتنا اللي عندنا، وهذا الروتين القاتل اللي دمر اشياء كلش كبيره. نعم. يعني قلت لك انا يعني باقي يجي مدير عام يروح. نعم. انا باقي يجي وزير يروح، ما اعرف شو يصير. اذا استعينوا بالناس اللي عندهم اختصاص. استعينوا. نعم. بالناس اللي انا ما احب هاي كلمه تكنقراط، راح يجيبون التكنقراط وما ادري شو يسوون. هاي التكنقراط يعني صح وصاحب اختصاص معين، بس من يقول لك ناجح باختصاص؟ فعلا. من يقول بأنه يدير؟ من يقول بأنه يدير؟ ربما يكون ذاك اللي قبله أفضل معنا. نعم. القضية صاحب المنجز وليس التكنقراط. صاحب الرجل الذي يعمل. نعم. له سيفي يعمل جيد. سيفي موجود قدامك فلان في العمل، ليس في المنجز الفني الخاص. المنجز الفني الخاص جزء أنا أطلع برا، شو اللي علاقتي بي؟ نعم. لا عندي طلاب ولا عندي. لو قد يكون هناك عازف مبدع جدا لكنه لا يجيد تحريك الناس. ما يجيد أن يستقبل كارزما ما تغير شيء. لا يعرف يدرس. لا يعرف يدرس مثلا يعني. فالقضية هنا أنا حقيقة يعني دارة الموسيقية دارة مهمة أهميتها تكمل، لأن نقدم أعمال، نقدم حفلات، نشاطات، شنو المانع أن ننتج أغاني؟ فعلا. وكل شيء بتوفر عندنا كادر. ليش أقول أنتج أغاني؟ هسه قلت شو لك علاقتك بالموضوع؟ نعم. مؤسسة لمعادلة الذوق العام. المؤسسة. نعم. هي كانت مؤسسة موجودة رسمية وصينة شبكة الإعلام العراقي، بها فرقة موسيقية. نعم. أو بها لجنة لفحص النصوص والأناشيد. نعم. ماكو. طبعا الان انفتح، من مسؤول عن الذوق؟ يعني انفتح، انفتح من مسؤول عن الذوق؟ خلينا نكون انا مسؤول عن الذوق. يعني هل اغاني التي ربما ستنتج من الدائره تستطيع. نعم. ان تنافس حاليا الخراب الموسيقي ربما الذي يشيع؟ اكيد، لسبب واحد. نعم. كل الموجودين هم ناس يعني معاصرين الاجيال ويعرفون شنو قيمه الاغنيه العراقيه. نعم. وشنو الدمار اللي لحق بالاغنيه العراقيه. لعلمك خلينا نكون صريحين يعني، يعني الدمار اللي لحق بالأغنية العراقية مسؤولة عنه وزارة الثقافة بالدرجة الأساسية. لا قصدية، تحس هناك قصدية معينة؟ ممكن يكون لأنه تركت من هب ودب يعمل في كيف وينتج بكيفه، وماكو ضابط ولا رقابة، محطة فضائية. يعني يقول لك ما تضيع. شنو ضابط عليها؟ بدأ الجاز في أمريكا موسيقى للسود، يعني موسيقى للسود ومطرود، إلى أن دخل إلى الجوق السيمفوني وأصبح. ما عندي مشكلة. مشكلة بس خليه يمشي هذا الخط الراقي بتوازي معه، لا
تغلقه. هذا بقى يمشي وهذا بقى يتراجع. ليش خليته يتراجع؟ خلي هذا يطلع. أنا كيف يطلعون الشباب وكيف يغنون بأي طريقة تعجبهم، ما لي علاقة، بس خلي يطلع هذا الخط. ربما في لحظة ما سيتحول إلى الجادة الصحيحة. شوف ليش خليها الشكل، ليش خليها الشكل، يجب أن يكون موجود. موجود مدام وزين، هذا هذا هو راح ينسحب الوحدة. زين أنا إذا واحد هو يعني وضع المادي ممتاز وعنده محطة فضائية ويجيب سيت من هاي البنات الشابات الحلوات وكليب يخبر يجنن ويروح يصور ليها بتركيا على البسفور او باسطنبول او بالقصور هاي مال مال حريم السلطان، نعم، شلون امنعه؟ يعني شنو صلاحيته؟ لا لا صلاحيه طبعا. شنو هو شركه طبعًا. هو منتج ضخم، نعم، هو يريد يدمر ذائقتي فرضا. زين ليش ما اخلي الخط الحكومي الرسمي الاخلاقي التربوي؟ انت تقول حافظوا على المجتمع العراقي، نعم، حافظوا انتم وانتم جهه رسميه. جميل سعد علي خصاف، ما الذي تفكر فيه، ما الذي تنوي إنتاجه؟ وأعرف بأنك فورة وثورة موسيقية دائمة لا تتوقف في مكان معين. الحمد لله، الحمد لله والشكر. يعني هو اللي أفكر بها نعيد أوركسترا بغداد للشباب، ويجب أن تعاد بشكل أو بآخر إن شاء الله. يجب أن تعاد فرقة الإنشاد، يحتاج أهلي شخصيا أن أنا يعني مسؤول على الجانب الحفلات والنشاطات كلها بالدار. نعم، فرقة الإنشاد يجب أن كوادر جديدة. جميل. كوادر جديدة يعني شابات أصوات وبنات ولد، وهم أصطدم بالجانب المادي وما أقدر، وشون أعينهم وشون أجيبهم، يعني معناها قضية مقصودة طبعا. ما عندي موسيقيين، وأكون عشرات الموسيقيين بدون تعيين، يجب أن أعين الموسيقيين. يعني شوف هذا كل اختصاصنا، يعني هذا كل يعني الوزير أو الوكيل أو الجهة الأخرى ما يعرفون هاي التفاصيل، ما لهم علاقة بها، يقول إحنا بدرينا أو مو اختصاصنا. إذا إحنا اختصاصنا خلينا نشتغل. ورا يعني نأمل، وخصوصا عودة أوركسترا بغداد. العلامة الفارقة علي خصاف، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا مميزا في برنامجنا. أنا شاكر لك جدا طبعا، وشاكر للفضائية بلادي الجميلة، وإن شاء الله يبقى العراق. شكرا بالنسبة. شكرا، الشكر الجزيل لكم أنتم أعزائي مشاهدي قناة بلادي الفضائية، انتظرونا وحلقات جديدة. تقبلوا تحيات كادر البرنامج وتحياتي، مع السلامة.